من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تم مناقشة التعاون المشترك مع خادم الحرمين في كافة المجالات ودعم أسواق النفط العالمية. استقبلنا خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية وناقشنا تطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك تعاوننا المشترك في تنسيق أعمالنا في مجال النفط وكذلك التعاون في مجالات أخرى وليس في الطاقة إنما في الصناعة والزراعة وكذلك حصلنا على يعني حافز جيد الذي يعطي لنا دعما لتطوير علاقتنا بين الشعبين بين بلدينا وبين اقتصادينا.